لكن لما نسقط في الخطية ده مش آخر الطريق. أنا عايز أقول إبليس بيستغل، ابتدى يزل ويستغل. إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده هو، إن إبليس عنده منظرين. يجي من المنظار الأولاني كده هو يوريك الخطية صغيرة خالص، أول ما الخطية الواحد يقع فيها يروح قالب المنظار تلاقيها كبيرة قوي 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 قد كده هو، ويجي الروح القدس يبكتني ويجي إبليس يهاجمني. وهنا أنا عايز أقول في فرق كبير، عشان تميز الفرق بين تبكيت الروح القدس وتبكيت أو دينونة العدو، مش تبكيت، دينونة العدو. فتبكيت الروح القدس يجي يشاور على الفعل الخاطئ، دينونة العدو يجي يصدر أحكام، أنت غلطت فأنت تستحق كذا وتستحق كذا وتستحق كذا. تبكيت الروح القدس يجي يقول لي ما يشاورليش، يعتبرها كأنها أول مرة. إبليس يجي يقول لي أنت قبل كده عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ويلمهم لي كلهم علشان أصاب بالفشل. الروح القدس لما يجي يتكلم معايا يقول لي انه نعمة الله الغافرة تغفر لك، بس ارجع له. يجي ابليس يقول لي الله هينتقم منك، واللي بيحصل لك ده بسبب انتقام ربنا. يجي الروح القدس ويقول لي ارجع وتوب. يجي ابليس ويقول لي ربنا مش هيقبلك. ده فرق كبير خالص بين ده وده. عشان كده انا بشجع كل انسان اخطأ، كل انسان من اولاد الله أخطأ وتعب وضعف، عايز أقول له ارجع مرة تاني، ارجع مرة تاني لله والله هيقبلك.